الاشكال ديال الشؤون الاداريه وكذلك الرخص التجاريه والتعامل او التعسف ديال الشركه مع الساكنه في هذا المجال هذا. حقيقه كانت مراسله السيد الوالي مهديه في هذا المجال من اجل الهيكله او تعطى واحد الشرعيه لهذه الشؤون الاداريه واحد اطار معقول، ولكن هذا المعقول هذا زاد على حده. وكان التعامل ديال الوكالات ان كل وكاله كيفاش كتعامل. فيما يخص الشواهد الاداريه كاينه لجنه الان اللي فيها المقاطعه والسلطات المحليه والشركه. حنا في مقاطعه السواني بتعاون مع السلطات المحليه مشكوره عملنا واحد البرنامج ديال العمل انه كل اربعاء كنجوزو هاد الشواهد هادي. قاس فيها شويه واحد يقول لك لا انا ما نعملش مع الشركه. من بعد كان تدخل ديال السيد الوالي قال اذا هادو كلشي رجع جمع. وهذا كان في خير بالنسبه للمقاطعات لان ديك البركه ديال الفلوس على قلتها اللي كتحصل من المنحه ديال الجماعه تدبر بها مرافق اخرى. مركز ديال التوحد وهذا يعني كما كتعرف السي حسين ان مجموعه ديال الاتفاقيات اللي تمسنيها الجماعه مع جمعيات اللي كتدبروا هاد المرافق ومجموعه ديال الاتفاقيات تقريبا واحد 7 مليون ديال الدرهم. فراه هذا رقم كبير وكيبقى بالنسبه لهذا المقدم يعني اللي كنقدموا لهاد الناس هادو فراه هو رقم هزيل جدا مع يعني هاد المراكز اللي هي على قلتها يعني. علاش؟ لان كنعرفوا جميع اغلب واحد المجموعه ديال الاسر اللي هي فعلا كتعاني من هاد الاطفال ديال التوحد. التكلفه ديال العلاج كبيره وقليله يعني ما كاينش شي طريقه من غير انه يكون عندنا مراكز كثره. وهذا يعني نتمنى انه يكون التوجه ديال الجماعه وكذلك القطاعات المسؤولين. اللي لاحظت اليوم انها مرات دوره يناير العاديه في واحد الجو صحي اللي كانوا فيها جوج ديال النقاط. النقطه الاولى هو ابداء الراي ديال على برنامج العمل 2022-2027 للمجلس الجامعي، وكذلك النقطه الثانيه هي الوضعيه ديال المناطق الخضراء على مستوى مقاطعه السواني. النقطه الاولى اللي قاموا المستشارين مشكورين بوضع واحد مجموعه ديال المقترحات والتصورات اللي عاد تدمج في هذا البرنامج هذا، واللي كانت مقترحات هامه وهامه جدا وخصوصا كتهم الشق ديال مقاطعه السواني. والنقطة الثانية هي اللي كانت ديال المناطق الخضراء اللي دمجت كذلك في هذا برنامج العمل، وكان عندها شق ثاني ديال في النقطة الثانية اللي كما يعلم الجميع أن مقاطعة السواني عندها واحد الحصة مهمة ديال الأشجار. يعني عندنا 6000 شجرة على مستوى مقاطعة السواني رغم الصغر ديالها. فهاد الأشجار هذه خصها تشتيب وخصها واحد المجموعة ديال العناية اللي كيبقى دائما مجلس مقاطعة السواني يتبع هاد الأمور هذه هي. فالجماعة مشكورة في إطار واحد الصفقة قدرت تشد ب 4500 شجرة في أي حين بقات 1500 شجرة اللي عاد تكلف بها المقاطعة. كذلك مشينا في اتجاه اننا نخلقوا مناطق خضراء جديده داخل تراب مقاطعه السواني رغم القله ديال الوعاء العقاري. فيما يخص البرنامج العمل فبحال اللي لاحظتوا انه كانت واحد مجموعه ديال التدخلات واحد مجموعه المقترحات والاقتراحات على مستوى الاقتصادي على مستوى البيئي على مستوى العناية بالطفولة والمرأة وكذلك على مستوى يعني السير والجولان. كانت مقترحات أهمة اللي عاد تكون في واحد توصية اللي عاد ترسل للجامعة في إطار أنها تدمج في البرنامج ديال العمل ديالهم ديال 22-27. بالنسبة لنا صالح الشوق وسي سعيد يعني وقفتي على واحد النقطة اللي هي كانت محور ديال الاجتماع يوم أمس مع السيد الوالي. وزعما صراحة كنشكر السيد الوالي لأنه كان سبق لإثارة هذه النقطة على مستوى المغرب، لأن ما كاينش شي ولاية دابا حاليا إثارت هذه النقطة هذه من غير ولاية جهة طنجة الطوال الحسيمة. وتم استدعاء جميع مدراء المصالح الخارجية باش أننا ندوروا في هذه النقطة، لأن كاين إكراه حقيقي يواجه يعني جماعة طنجة والجماعات المحيطة بها اللي هو النقص ديال المياه. ويعني حتى السدود الحقيقي ديال يعني كتعرف واحد الضعف كبير. يعني كاين توجه اننا نعملوا على تقنين ديال استهلاك ديال الماء. وكان يعني كان واحد مجموعه ديال المقترحات اللي تصارت تما على يعني بالنسبه للاعاده ديال
ديال استعمال المياه المعالجه على مستوى حتى كذلك المناطق الصناعيه، على مستوى يعني المحلات ديال غسل ديال السيارات. وغادي يكون ان شاء الله تعالى كما قال السيد الوالي ان غادي تكون اجتماعات اسبوعيه باش اننا نضربوا هذا الموقف ونبان واحد القضيه كانت كذلك مهمه اللي قال ان ما يمكنش اننا نعملوا لقاء اليوم ونتمنى الله سبحانه وتعالى غدا تطيح الشا قال وقفوا ديك اللقاءات عاودت سوقع الازمه. وهذا الخطا هذا هو اللي كنا وقعنا فيه العام اللي فات، عملنا جوج لقاءات ثلاثه رحمنا الله سبحانه وتعالى نسينا المشكل مشى داك الشيء. اليوم كما تبعتوا معنا اللقاء ديال دورة مقاطعة السواني واللي كان فيها نقطتين، أولى هذه النقاط هي إبداء الرأي في مشروع برنامج عمل ديال جماعة طنجة، وكان لقاء صراحة لقاء يعني اللي عرف واحد النقاش كبير حول مجموعة من المشاريع اللي هي مدرجة في هذا البرنامج أو هذه الوثيقة الدستورية اللي هي عبارة عن 150 مشروع، واللي يعني جاوبنا مع جميع التدخلات وكذلك التساؤلات ديال المستشارين ديال مقاطعه السواني. كنت طرحت واحد النقطه مهمه هو النقطه ديال هدر المياه، وهذه النقطه هذه يعني اللي كانت يعني خلقت واحد الجدل كبير مؤخرا، خصوصا دابا حنايا كان عندنا اكراه كبير اللي كيواجه المغرب كامل ومدينه طنجه بالخصوص هو الندره ديال المياه، نظرا لقله الامطار وكذلك الحقينه ديال السدود اللي هي منخفضه. وهنا غادي نرجع لواحد اللقاء اللي كان عندنا يوم امس مع السيد الوالي اللي صراحه يعني خذ هذه البادره واللي هي كانت يعني بادره اولى من نوعها في المغرب، اننا درسنا اشكال ديال هذا الاشكال ديال الساعه، وعملنا على يعني عقد لقاءات اسبوعيه من اجل يعني ايجاد حلول ناجعه باش اننا نقدروا نحافظوا على المياه اللي عندنا ونتغلبوا على 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 المعيقات اللي غادي نعانيوها لا قدر الله مستقبلا. مشكل ديال الاناره العموميه هو مشكل كبير اللي كتواجهه الجماعه ديال طنجة، نظرا يعني البنيه ديال او الشبكه ديال الاناره العموميه هي شبكه مهترئه، وهنا كاين جماعه طنجة قامت بواحد الدراسه من اجل اعاده يعني هاد الشبكه، لان كيف يعقل ان اليوم غادي نصلحوا بولا غدا خصنا ديك البولا هي نيت نصلحوها بعد هو نيت، يعني ديك الشكايات تتكرر على يعني على مثلا نقطه ضوئيه معينه او يعني واحده. التصور اللي عند جماعه طنجه هو اننا نعملوا على اعاده ديال هاد الشبكه هذه كامله من اجل نجاح الطاقيه. وهناك